قياسات الرأي العام التي تجري في أمريكا حاليا ارتباطا بما يحدث في غزة ويعني هذه الحرب التي شنتها إسرائيل، اتغيرت توجهات الرأي العام؟ أنا يعني من خلال دراستي لقضية الصراع العربي الإسرائيلي خلال الفترة من سنة 47 لغاية النهاردة، شايف أن هناك بعض الأوهام المتعلقة باستطلاعات الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية تحديدا. منها الوهم الأساسي أن هناك شعبية كاسحة لإسرائيل في الولايات المتحدة. هذه الشعبية تصل إلى حد الاتفاق. لكن الدراسات اللي عندنا واللي احنا ممكن نستعرضها بتقول ان اسرائيل والاتجاه نحو اسرائيل والاسرائيليين في الولايات المتحده هو يتراوح ما بين 40 الى 50 او 55% من الشعب الامريكي عنده اتجاهات ايجابيه. عندنا 45% من او 50% عنده اتجاهات غير ايجابيه نحو اسرائيل. يعني 50% دي نسبه كبيره ايضا. ما نقدرش نصنف مثلا في الامريكا مثلا في دول ذات المشاعر الدافئه زي مثلا كندا، زي اليابان، زي انما اسرائيل هي في المنطقه الدافئه اللي هي المنطقه اللي هي الوسط اللي احنا ممكن نتكلم عليها مثلا ان هو يبقى عندنا 55 50 58 لكن لها لا تصلح. ودي موجوده في على مدار من سنه 47 لغايه دلوقتي. أيوة. وعندنا استطلاعات الراي العام التي تشير الى هذه المعلومه. حضرتك بتقول من سنه 1947 يعني من قبل 48 واحتلال كان بيفرقوا بين اليهود والعرب في فلسطين، ثم بعد كده بدات نتكلم على هذه القصة. فاحنا عندنا في الصراع مثلا الدائر في الشرق الاوسط هل تتعاطف اكثر مع اسرائيل؟ ده من سنه 47 لغايه 2013. هنجد اللون الاسود اللي فوق ده اللي هو اسرائيل. اللون الاحمر اللي هو الدول العربيه، واللون اللي هو الثاني اللي هم غير قادرين على اتخاذ القرار. فاحنا عندنا في 50% من الشعب الامريكي بينقسم ما بين اما تأييد للعرب أو غير قادر على اتخاذ القرار، وغير قادر على اتخاذ القرار أو إبداء الرأي ده ممكن نصنفه على حاجتين، إما إن هو متردد وما عندوش معلومات كافية أو إنه خايف. لأن أحيانا وسائل الإعلام الأمريكية بكثرة تركيزها على فكرة أن هناك تأييدا لإسرائيل وأن هناك ارتباطا استراتيجيا لا يمكن فصله وزواجا كاثوليكيا لا يمكن فصله بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بتجعل المواطن العادي يتردد أحيانا في الإجابة على بعض الأسئلة الخلافية، زي مثلا عن الإسلام. لو سألنا سؤال عن الإسلام وده كان موضوع جدلي، فأحيانا بيشتري المواطن الأمريكي دماغه إنجاز هذا التعبير ويجاوب إن أنا ما أعرفش، انت بتحب ولا تكره ما اعرفش، مش قادر احكم، مش قادر احد. فاحنا عندنا وده كنا بنتكلم بقى لصنع يعني القرار، يعني نصف الشعب، ودي مساحه ممكن تلعبي فيها لو صانع قرار او حد عايز يحسن صوره عندنا 50% من الناس ممكن انك تحشد اتجاهاتها. وده عشان كده ما ظهرش فجاه، ما ظهرش الاشياء، ما كانتش مفاجاه لما لقينا بعد احداث غزه ان هناك تأييدا كبيرا، لان في فئات كانت غير معبرة ولا تعبر عن رأيها بدأت في إعلاء صوتها وفي التعبير عن رأيها بشكل مع فلسطين وليس مع التوجه الأمريكي، لأن الموضوع كان خلاص بقى. ما احنا الخوف اللي كان عندنا من التعبير عنه كده مع الأحداث ومع قضية عادلة بدأت الأمور أن هي تبدو كأن المواطن الأمريكي وجد فرصة للتعبير عن آرائه.